في هذا الأمر. الآن نقول برنامج الواقع هذا بنعرف كم ساعات البث الموجودة فيه، يعني كم ساعة كم دقيقة، يوم كامل، يومين، 3 أيام، 4 أيام، شو وضعكم يعني؟ هذه احنا سنبدأ من بعد العصر إن شاء الله. يا سلام. من يوم الأحد القادم بإذن الله ستكون البداية من الساعة 4 العصرا إلى الساعة 12 الثانية عشر ليلا. ما شاء الله، ممتاز. يعني كم هذه ساعة؟ احسب عليها 8 ساعات يومية ما عدا طبعا يوم الجمعة. يوم الجمعة هذه إجازة. أي نعم. والسبت إن شاء الله تعالى سيكون اللي هو أسميناه بيوم الستارة. يوم الستارة. أيوة، اللي هو تفتح الستارة بس ما عندنا أحد يخرج. إنما سيكشف عن أكثر المتميزين من خلال في هذا الأسبوع من الشباب المشاركين فيه. يا سلام، يكشف الستارة. يعني فيه نقاط وسيحصل على الأول على شيء معين، يذكر نقاطه، والثاني والثالث في هذا الأسبوع، يعني وفق معايير معينة وفي لجنة تحكيم. في ذكرت بعض الشغلات عند أبو سامة ترى الآن. أنا يا سلام يا سلام. حبيت كذا يعني نتحرش في أبو سامة.